بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمه الله. نستطرق اليوم ان شاء الله تعالى الى المحور الاول للسنوات الاولى الثانوي جدع مشترك، الاعداد والحساب. المجموعات العدديه الاساسيه، ما هي المجموعات العدديه الاساسيه؟ اول مجموعه هي مجموعه الاعداد الطبيعيه، الاعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية جماعة درسوها ما في المتوسط، نرمز لها بالرمز N. N ناتشورال. مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الطبيعية هاي N، هذا تساوي تبدأ بالصفر، واحد اثنين إلى آخره، ثلاثة إلى آخره. ماذا نقول؟ نقول هنا الآن هي مجموعة الأعداد الطبيعية، ونكسب مثلا صفر ينتمي إلى N، مع نكسب صفر ينتمي إلى N، نقرأ صفر عدد طبيعي. مثال آخر، مثلا واحد قسمة ثلاثة لا ينتمي إلى N، ونقرأ واحد على ثلاثة لا ينتمي، ولا ليس عدد طبيعي، لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية صح. سي بون، هذه المجموعة الأولى سهلة. المجموعة الثانية هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية، الأعداد الصحيحة النسبية، قريتها في المستوى المتوسط، نرمز لها بالرمز زد. أوكي، ما هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية؟ زد، ماذا تساوي؟ ندير نقاط، لها عد منتهي، عد غير منتهي من الأعداد، نقاط مثلا ناقص 2 ناقص 1 صفر واحد اثنين إلى آخره. معناتها الأعداد الصحيحة النسبية فيها أعداد موجبة، فيها أعداد موجبة وأعداد سالبة. ركزوا يا جماعة، أعداد موجبة وأعداد سالبة. نكتب ناقص 2 مثلا، ناقص 2 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية، ونقرأ ناقص 2 عدد صحيح نسبي، نفس الهضرة اللي هضرنا هنا. نفس الشيء، 2 جماعة هو عدد صحيح نسبي، وفي نفس الوقت هو عدد طبيعي، هو أيضا عدد طبيعي. 2 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة كذلك، ونقرأ 2 عدد صحيح نسبي، عدد صحيح نسبي. نفس الشيء مثلا، واحد على ثلاثة لا ينتمي إلى زد. ماذا نقول؟ لا نقرأ واحد على ثلاثة ليس عدد صحيح. واش عدد صحيح؟ هنا إضافة، نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الغير معدومة، نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الغير معدومة بالرمز زد، ونزيدو نجمة، زد نجمة هي مجموعة الأعداد الصحيحة الغير معدومة. حذاري، شوفوا جماعنا، احذر. هنا كنعودو نهضرو على رقم، نقارنوه بالنسبة للمجموعة، ما علاقة الرقم بالنسبة للمجموعة؟ معناتها في الكتابة جماعنا نقول ثلاثة تنتمي إلى N، هاك معايا. كنقولك ما العلاقة ما بين N، السؤال مطروح، ما العلاقة ما بين N، هاكا N وزاد، ولا نقولك املأ الفراغ. هذه يا جماعة، هذا رقم
رقم مع مجموعة، يعني عدد من بين الأعداد مع مجموعة. الرمز اللي حطينا هنا واش هو؟ ينسامي. هنا واش هذا الرمز؟ فنقراوه ونقولوا ينسامي. في حين هنا مجموعة مع مجموعة. رياضيا ما نقولوش مجموعة تنسامي في مجموعة، الهضرة ماهيش راكبة على بعضها هكا. أنا نقولوا رقم ينسامي مجموعة باسكو عنصر، عنصر مع عنصرين. بصح مجموعة مع مجموعة ما نعبروش عليها بينسامي، هيك فنعبروا عليها معنا. نعبروا عليها بالرمز محتويات هكا. محتويات يشبه الرمز تاع الانتماء، هذا ما عندوش الخط يجي كما الحرف سي بالفرنسي. ان محتويات في زد. هنا للفهم الجيد، للفهم الجيد، ها مجموعة الأعداد خلاصة تاع الشيء اللي هضرت كامل. مجموعة الأعداد الطبيعية هي أصغر مجموعة، ها. وعطيني مثال بان تفكر تعريف برك، مثلا مثال اثنين عدد طبيعي، اثنين عدد طبيعي. هذه محتويات، محتويات في مجموعة الأعداد الصحيحة. ركز، ها مجموعة الأعداد الصحيحة. أعطينا مثال باه نتذكرو، مثلا ناقص اثنين. ركز معايا مليح، كي نقول لك شوف، شوف معايا، خي الدائرة هذه، خي محتويات الدائرة الكبيرة. ما عندها واش نقول هنا؟ نقول ان محتويات فيها في زد. شوف كي نسألك هكا نقول لك هل اثنين، هل اثنين عدد طبيعي؟ نعم. وهل اثنين، هل اثنين عدد صحيح؟ كيعود اتجاه نحو الخارج ديما ديما نقول نعم، اثنين راهو عدد طبيعي وفي ان واحد راهو عدد صحيح، لان اثنين تنتمي لان واثنين تنتمي لزد ايضا. في حين شوف العكس، العكس غير صحيح. كون نقول لك هل ناقص اثنين تنتمي الى زد تقول لي نعم، بصح هل ناقص اثنين هذا اتجاه نحو الداخل، ناقص اثنين هل تنتمي الى انت؟ يكون جوابك لا. هذه باش تفهم كلش على الصح، صح. اذا هنا شو العلاقه اللي وصلنا لها؟ واش قلنا؟ ان محتويات في ماذا؟ في زد. المجموعه رقم ثلاثه، المجموعه الثالثه، ثم كنت تقرا مجموعه الاعداد الناطقه من بعد ومن بعد العشوريه. انا بدا الساعه بالعشوريه، الاعداد العشوريه دي ها جماعة. شكون اللي يعرف ما عطينا تعريف عدد عشوري؟ ها تعريف تاع العدد العشوري هذا هو اللي يهمنا في الفروض. هنا كاين كاين نماذج تاع فروض من بعد العدد العشوري. من بعد نقول لكم الأسئلة اللي موافقين يطرحوا في جميع الثانويات. ها عطيونا تعريف تاع العدد العشوري، عنده تعريفين. هو تعريف تاع العدد العشوري هو كل عدد ا يكسب، يكسب على الشكل يكسب على الشكل باختصار شديد ا ماذا يساوي؟ مثلا بي، بي تقسيم 10 قوة ان. انتوما كنت تقراو مع الاساتذة تاعكم يقول لك هو كل عدد ناطق يمكن كتابته على الشكل بي على 10 قوة ان، صح؟ معليش معليش. هاي احنا واش نقولوا؟ هنا نقولوا كل هو كل عدد ا يكسب على الشكل ا تساوي بي على 10 قوة ان. بصح ما تنساش هام جدا الشروط، قول لي البي فهم لي بي واش هو، وين ينسمي، وان واش هو، باه انا نعرف من بعد واش نجاوب. هنا هام جدا واش هي الشروط. و هنا عندي بي، بي ينسمي الى زد، سمعت صحيح نسبي، علاه بديتكم هكا باش تعلم تهضر بلغة الرياضيات. و واش ثاني؟ الثاني الان ينسمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه. سما بي لازم يكون، لازم يكون عدد صحيح نسبي، والان لازم يكون عدد طبيعي. هنايا والحضور تاع العشره في التعريف الاول سما راه اجباري هكا بانسان، صح. شوفوا يا جماعه ديما العلاقات الحرفيه ديما ديما قول ما فهمتش، دي مثال، دي زوج، دي ثلاثه حتى تثبت المعلومه مليح كفهم جيد. اعطينا مثال، ها مثال، نديو امثله. مثلا نقول لك ا واش تساوي 3 تقسيم 10 مربع. هنا جمع البي بمثابة ماذا؟ البي واش يساوي لي 3، خي ينسمي الى زد، ينسمي لزد. وعندنا هنا الان ماذا يساوي 2، خي ينسمي الى مجموعة العدد الطبيعي. تسمى الشرطان هذا محقين، ما طبيعة العدد هنا عشوري ولا ماهوش عشوري؟ نعم عشوري. الأ هنا ا عدد عشوري. كيف نهضرو بلغة الرياضيات؟ تقول ا تنتمي الى دي، الى دي. هذا ما كان صح المثال هذا فهمناه. زدنا مثال اخر، نكثروا من الامثله حتى تعلموا. هيا مثال اخر،
نقول أ تساوي ماذا؟ ناقص 3 تقسيم 10 مثلا نقص 4. هنا بي، بي ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 3، معناتها ينتمي إلى زد، عد صحيح نسبي. والآن هنا ماذا يساوي؟ 4. الآن الربعة تنتمي إلى ان، تنتمي إلى ان. داكور، إذا هنا واش نقول؟ نقول بلي أ ينتمي إلى دي، معناتها عدد عشري. أ عدد عشري، تحسب وحدة من الزوج، يا هادي يا هادي. يا ولد حسن تعلمتها في لغة الرياضيات خير. أيا حدا احذر، شوف على حساب الشروط هادو، تسمى هذا وهام جدا هذا. هنا هادو التلاميذ ما يبدوهمش اعتبار، خلاص. هادي هام جدا. كيف تعود فاهمها؟ مستحيل راح تطيح في لي بياج من بعد. يعني المحاضرة راح يطيح في فخ. شوف هنا، احذر. احذر. ها كي نقول لك أ تساوي جدر 3 على 10 قوة 4، من المشكلة هنا؟ المشكلة هنا جماعة البي تاعي هنا، البي أو عدد أصم، البي هنا واش يساوي؟ جدر 3، جدر 3 أولا ينسمي، أولا ينسمي إلى زد. وهنا الآن، هنا الآن تاعنا واش تساوي؟ تساوي 4. حنا قلنا الشرطان هادو لازم ما عندو في زوج يكونوا ملاح، ماشي واحد صحيح وواحد يكون غلط. نو، من قبل ما انا في زوج، هنا لازم بي يكون ينتمي الى زد، والان ينتمي الى ان. سينون نقول لك تسمى هذا العد ماهوش عد عشوائي. تسمى المشكله هنا جماعه فيه في جدر 3. جدر 3 او عدد اصم، جدر 3 او عدد اصم، قريتها في المتوسط. اذا هنا الا، واش نقول انا على الا؟ الا لا ينتمي، لا ينتمي الى دي. ما المشكله؟ تقول لي المشكله في بي، المشكله في بي هنا ما ينساميش مجموعة الأعداد الصحيحة، وإنما ينسمي إلى مجموعة الأعداد الصماء، الصماء، صح؟ معناتها عدد حقيقي. سي بون، دوكا أنا قلت لك بالمعلومة هذه، قادر تفهم بالغلط، تقول لي مالا أستاذ هنا كون يعود في البسط ديما كاين جدر، نقول الجواب لا، لا ما قلتش هكاك أنا، ما قلتش هكاك، كي يعود عندك جدر بصح غير قبل التبسيط، نزيدك مثال، نزيدك مثال باه ما تفهمش بالغلط، ركز. ركزوا، هاي أ احذر حذاري، ونقولك أنا هنا أ واش تساوي لي؟ جدر 9 تقسيم ها دير نفس المثال 10 قوة 4. أنا حذاري ما تقولش عندي جدر معناتها لا ينسمي، لا وبالك الجدر قاعد تبسيط، علاه قلتلك أنا حذاري؟ حذاري هنا الجدر ها أو قابل للتبسيط. معناتها مربع تام هنايا، هذا بداخل الجدر عبارة عن مربع تام، معناتها جدر 9 مدى تساوي؟ تساوي 3 تقسيم 10 قوة 4. يعني بي تاعنا هنا، بي هنا مدى يساوي؟ يساوي 3، 3 ينتمي إلى زد، وآن هنا مدى تساوي؟ تساوي 4، 4 تنتمي إلى آن. مالا حذاري، ما تحكمش، ما تحكمش على الظاهر تاع العبارة، ما تحكمش على الظاهر. هذا الجدر هذاك اللي مدود انت قابل للتبسيط، ما تسرعش يعني، لا تتسرع. اذا واش نقول هنا؟ نقول بلي ا آه عدد ها عشري، عدد عشري، يعني هنا كاين جدر وقلت عشري، اللي هي كاين جدر بصح قلت ماهوش عشري. علاه؟ باسكو الجدر هنا ما عندك ما راح دير له غير قابل للتبسيط، يخرج بالفاصله. بصح هنا الجدر 9 واش تساوي؟ تساوي 3، هي جدر 3 مربع واش تساوي؟ تساوي 3. هنا مادام جدر قابل للتبسيط تسمى قول لي بلي عدد عشري، قاعد عندنا فيك ما تسرعش، مش مع تشوف مع العباره تقول لي ها اوكي الجدر او ماهوش عدد عشري، لا تتسرع. صح، نزيدك مثال اخر حذاري هكا باه تعلم مليح، وباه تفهم، باه تفهم اهميه الشروط. كي ندير لك علاقه رياضيه انت ركز مع استاذك وركز على الشروط هذه، لازم تفهمها ملي، مش تحفظها ملي، ما تحفظليش. روح فهمنا واش قلت. الان ماذا تساوي؟ تساوي مثلا ها جدر 3، جدر 3 تقسيم ها جدر 3 مثلا في والله نقول لك 2 جدر 3 تقسيم ها جدر 3 في 10 قوة 4. ها شوف هنا، هنا جدر 3 جماعة مادام عندي جودة اخي يمكن اختي زادوها مع جدر 3، النتيجة ماذا تساوي؟ تساوي 2 على 10 قوة 4، على 10 قوة 4. إذن هنا بي بمثابة 2 وين ينسمي؟ ينسمي إلى زد، وآن ها بمثابة 4 وين تنسمي؟ تنسمي إلى آن.
هل قاعد عاشوري؟ نعم. ها شوف، وجود جدر ثلاثة. قبيل ما عندناش كيفاش نختزلوا هذا، ما عندناش تسهل، قلنا لازم نسامي. بصح لو عندك قابلية الاختزال، مع التسعين في اختزال جدر ثلاثة مع جدر ثلاثة، معناتها الناتج تساوي 2 على 10 قوة 4. الإجابة هنا واش راح تكون؟ تكون نعم. نعم أ ينتمي إلى د. لماذا؟ لأنه يمكن كتابته على الشكل، ها على الشكل واش بي على 10 قوة إن، مع بي ينتمي إلى زد و إن ينتمي إلى إن. صافي دوكا هنا تقول لي دوكا أنا الشروط هادو راني فاهمهم طريق بيان صح. هلا اللي بديت كلش التعريف الأولى، التعريف الأول السؤال دوكا. دوكا أنا نوجهك باش تلقى لي التعريف الثاني، خدم معايا. ها السؤال واش يقول لك؟ يعني هنا كاين تعريف هذا اوكي، يعني هنا الحضور تاع 10 يعني العد العشوري لازم في المقام تاعو 10 ولا ما كانش لازم 10؟ ها وكون ما تكونش 10 تسمى ماهوش عشوري. لا جواب لا. ها التعريف الثاني، تعريف ها سنين ها واش نقول؟ عدد عشوري، عدد عشوري ها إذا احتوى، مقامه على قوى ها العدد 2 أو 5، 2 أو 5 والله في زوج أو معا أو معا ما فهمناش، أعطينا مثال. ولا حتى 2 5 ولا مش 3 7 مثلا ولا مش 11 13، فهمنا ما فهمناش، أعطينا مثال. نعطيك مثال، ها هو مثال ركز. كي نقول لك الار نعطيك حاجه بسيطه واش تساوي لك؟ مثلا 3 على 2 ها 3 على 2 يمكن كتابته على الشكل هذا 3 على 2 ها يا فهد ضرب 2 باش بالي يولي المقام قوه العدد 10 باش تولي 10 كما هذا. معناتها هنايا 3 2 فاس ضرب في 5 و 3 فاس ضرب في 5 الناتج ماذا تساوي؟ 5 10 قسمة 10 ها. كون جيت طبقت التعريف اللي قريت قبيل، ها واش رايك في البي؟ البي هنا ها هذه 10 اس 1، البي هنا ماذا يساوي؟ 15 ها والان ماذا يساوي؟ يساوي 1. هذا خي ينتمي الى زد وهذا ينتمي الى ان. هذا العدد عشوري ولا مش عشوري؟ هذا عشوري ولا مش عشوري؟ عشوري. ينتمي الى دي ها. وشو الحاجة اللي تعلمت؟ تقول لي مالا هنا خسرنا 2، كان اختيار تاعنا على 2 هنا لأنه يمكن الوصول إلى 10 بضرب 2 في 5، يعني كي تضرب 2 في 5 أي قادر توصل ل 10، تقدر تلقى لي بها ال 10، 2 تقدر تلقى بها ال 10، 5 تقدر تلقى بها ال 10، هادو الرقمين برك، رقمين فقط، 3 ما توصلكش ل 10، والسبعة وال 11 وال 3 هادوك رقم ما يوصلك، كاين غير 2 ولا 5 ولا يحضروا في زوج، هذا ما كان باختصار. أعطينا مثال آخر. مثلا الا تساوي ها 3 تقسيم 5، اذا ماذا تساوي لنا؟ 3 تقسيم 5 ها فهم ضرب هنا، هنا ضرب 2 وهنا نضرب في 2، اذا الناتجه ماذا تساوي؟ تساوي 6 تقسيم 10. 6 تقسيم 10 مادام هنا المقام قوه العد 10 وهذا عد صحيح معليش نكتبوها، بي يساوي 6 وان ان هو الاس ماذا يساوي؟ 1. الشرطان هادو محقين، ماذا نقول على العد أ؟ نقول باللي الأ تاعنا عدد عشوري، أ ينتمي إلى دي، ينتمي إلى دي، سي بون، تبقى مركزة، دوك نحطلك حذاري تاع هادي، كي نقولو معا معناتها تحضر 2 و 5، 2 في 5 راهي 10، تسمى هادي لا داعي باه نديرو مثال عليها، دوك نحطلك طول حذاري باه ما طيحناش في لي بياج. أداني مثلا تكون نقول لك أ ماذا تساوي؟ تساوي 14 قسمة 21 ها. هنا يجب تحليل 14 إلى جودة و 21 كذلك. هنا نكتب 14 على شكل 2 ضرب 7 و 21 على شكل 3 ضرب 7. هنا 7 تخصص مع 7 تختزل، النتيجة ماذا تساوي؟ 2 قسمة 3، ركز، ها 2 قسمة 3، شوف معايا، هنا ها، هل المقام قوة العد 10؟ جاوبني، لا،
هل يوجد في المقام؟ في المقام هل يوجد اثنين؟ هل يوجد اثنين؟ لا. هل يوجد خمسة؟ لا. هل العد هذا عشوري؟ لا. جواب لا. معنى هذا، شوف معايا، هذا هنا ليس، ليس قوة للعدد عشرة. ها ويختلف، يختلف عن اثنين. تفكر هكا، واش ثاني؟ ويختلف عن خمسة. سما شرط ما هو محقق. هل هو عد عشري؟ الجواب لا. إذن هنا، هنا لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد العشورية. بقى مركز معايا، هات نعكسوها، شوف كون تعكسها، ركز معايا. كون نقول لك أ واش تساوي، يعني كون تقلب، كون نقول 21 تقسيم 14، هنا واش تساوي؟ تساوي 7 في 3 تقسيم، هذه واش هي؟ 7 ضرب 2. 7 تلغى مع 7، النتيجة ماذا تساوي؟ 3 تقسيم 2. نخدم بنفس الطريقة السابقة، شوف هنا، ها، لهنا، هل توجد 2 في المقام؟ نعم، هنايا واش نقول؟ توجد، هاي توجد 2 في المقام. مادام كاين 2 في المقام، واش تقدر تقول انت العد هذا عشوري؟ خي قلنا في التعريف الثاني، ماشي محتاج نكتبو انت شكل قوة العد 10، ماشي محتاج نخدم بالتعريف الثاني. انا مادام عندي في المقام عندي 2 فقط، ما كانت حتى رقم معاها، ما كانت حتى رقم معاها، واش نقدر نقول العد هذا عشوري بلا ما نبرر لك عليه؟ إذن هنا عدد عشوري، ينتمي إلى دي. وشو المعلومة اللي حبيت نوصل لك أنا لهنا؟ يعني هنا ما تحكمش على الظاهر تاع الكسر، هنايا السبعة هنا يكون يحضر رقم مع 2 ولا مع 5 وتلقى الكسر تاعك غير قابل للاختزال، تسمى نقولوا هو ماهوش عد عشري، بصح إذا كان عد كسر قابل للتبسيط، بسط الساعة من بعد حكم على العدد، يعني ما تسرعش، ما تسرعش، هذه المعلومة اللي حبيت نوصل لك. صح، أعطينا خلاصة. أعطينا خلاصة. هاي الخلاصة عندنا ان تلخيص ديما خدمو بالظواهر. ذكرني بمثال، أعطينا عد طبيعي مثلا تقول 2، من بعد شنو المجموعة اللي تعلمنا؟ قلنا زاد، أعطينا عد صحيح ديال ناقص 2، وكي نقول لك أعطيني عد عشري، فكرني هنا بثلاث أمثلة، باه كي نشوف الثلاث أمثلة هنا نتفكر الثلاث تاعي بلا ما نحفظهم. هاي واش اللي قلنا؟ قلنا هنا مثلا تقول لي 3 تقسيم 10 مربع، باه نتفكر انا باللي العد العشري هو يمكن كتابته على الشكل بي على 10 قوة ان، حيث البي عد صحيح تسبب لك ناقص 3 خير، عد صحيح باه تفكر باللي عد صحيح، وهذا واش بيه عد طبيعي، هذا التعريف الاول بالحفاظة. ها والله تقول لي مثلا 3 قسمة 2، تسمى تقول لي في المقام لازم يكون عندك 2، ها والله يكون عندي واش 5. تسمى من الأمثلة البسيطة هذي تقدر تخرج لي التعريف وما تحفظ لي والو، حاجة ما تحفظ. أنت المهم اشفع الوصية، ما تسرعش قبل الحكم على طبيعة العدد، لا تتسرع، قد يكون العدد قابل للتبسيط، قد يكون العدد قابل للاختزال، انتهى. صاي دوك من الهضرة اللي هضرت كامل قبيل ها واش نبقى مسجل. ها واش هي الخلاصة هنا؟ بدأنا نقول نقول بلي ان محتويات في زاد محتويات في بي. اها لحد الان ها هو نوصلنا سي بوين. هيا شنو المجموعة الرابعة يا جماعة؟ ها اللي تجي وراها هذي هي مجموعة الأعداد الناطقة. رابعا مجموعة الأعداد الناطقة، ها العد الناطق، كي نقول لك عد ناطق، ها هو كل عدد، هو كل عدد يمكن كتابته، كتابته على الشكل، على الشكل، ها الأ هذا يتكتب على الشكل بي على كيو، بي على كيو، بصح قول لي الشروط نفس الحكاية تاع كبير، البي واش والكيو واش باه هنا نعرف واش نهضر من بعد، هاي البي واش هو؟ البي ينتمي إلى زد، ها هو الكي وين ينسمي؟ ينسمي إلى زاد نجمة. فكرنا بزاد نجمة هضرت عليها كبير، شو معنى كي تنسمي زاد نجمة؟ معنى كي يختلف عن صفر، بمعنى بمعنى كي يختلف عن صفر. إيه قادر واحد يسألك يقول لك واش فيها كون يدي صفر؟ هاي كتاب ممنوع يا جماعة، أو لا يوجد كسر مقامه بعدهم، حذاري، هاي حذاري، لا يوجد كسر
مقامه معدوم. نسبب هذا الامر هذا يبقى في ذهنك. ها فين نكتب لك؟ شوف هنا. كنت تكتب في الرياضيات هكا 3 تقسيم 0، هذه كتابه ممنوعه هكا باش تبقى في ذهنك. هذه كتابه ممنوعه. ها كنت تحسبها بالحاسبه، شوف كنت تكتب 3 تقسيم 0، ها واش راح تقول لك الحاسبه؟ تقول لك مات ايرور، مات ايرور تسمى الحاسبه ما قدرتش تحسبها. هذه هي على هذه نقولوا المقام يختلف عن صفر، يختلف عن صفر. اوكي اعطينا امثله، قلنا بالنظري ديما نقولوا ما فهمناش، اعطينا امثله خير. امثله ها ال ا واش تساوي لنا مثلا 2 تقسيم ها 3، دي تقسيم 3 هنا البي تاعنا، البي تاعنا بمثابة ماذا؟ بمثابة 2، والكي تاعنا بمثابة ماذا؟ بمثابة 3. هذا عدد صحيح وهذا عدد طبيعي، عدد صحيح عفوا وهذا عدد صحيح غير معدوم. ها ما يمكن قوله على الا، انا نقول باللي الا تنتمي الى مجموعة الاعداد الناطقة ممزوجها بالرمز كي كي. ها كيف تجي الامور منظمة. عدد ناطق هنا صح؟ عطينا خلاصة باه ما نطولوش، والله احذر حطوها احذر تحسع حذاري. ها شوف كي تعود فيها الشروط مليح. كون نقول لك انا الا واش تساوي لي؟ تساوي جذر 2 تقسيم مثلا 3. شوف اللهمة جذر 2 يا جماعة، جذر 2 وين ينسمي؟ ها جذر 2 وين ينسمي؟ هذا اسكو ينتمي الى زد؟ انا واش قلت لك؟ قلت لك بي خي ينتمي الى زد وكي ينتمي الى زد نجمه. هل هنا هل جدر 2 بدل لك الصيغه، جدر 2 ينتمي لزد ما ينتميش؟ هذا ليس عدد صحيح لا ينتمي. وهنايا لي شيت 3 تنتمي الى زد، لي شيت هذا الشرط صحيح بصح هذا ماهوش مليح. معناتها واش نقول هنا؟ نقول باللي لا ينتمي الى مجموعه الاعداد الناطقه، ماهوش عدد ناطق، ينتمي لاكبر مجموعه اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه. الحقيقية. إذا ما هي خلاصتك؟ الخلاصة جماعة واش نقول؟ نقول هنا الآن آن محتوى في زاد وزاد محتوى في ها دي ودي محتوى في كيو في كيو. هاي الخلاصة اللي وصلنا لها. داكور. هاي مجموعة الأعداد الحقيقية، مجموعة الأعداد الحقيقية هي أكبر مجموعة. هي أكبر مجموعة. ركز. مجموعة الأعداد الحقيقية هي أكبر مجموعة. شوف زدتكم هذا ثاني مثال هنا يا معناتها هنا ما تفهمش بلي كل عدد بسطه فيه الجدر، فيه جدر معناتها اول لا ينتمي لكي، ماشي شرط الجذر، ماشي شرط الجذر. قادر نقول لك انا هنا مثلا كنقول لك الا الا ماذا تساوي بي، بي على 3. البي هنا جماعه هي 3.14 ويكمل الجزء العشوري هذاك. بي هل هو هل ينتمي الى زد؟ ما ينتميش، لا ينتمي الى زد. ها باش شفت 3 هنا تنتمي الان، تسمى الشرط هذا، الشرط هذا مليح بصح هذا ماهوش مليح. سما هل ا هنا تنتمي الى مجموعة الاعداد الناطقة؟ لا، سما ا هنا ليس عدد ناطق، لا ينتمي الى كي. ما هي مجموعة الاعداد الحقيقية؟ الحقيقية يعطيني عدد حقيقي بصح ماهوش عدد ناطق. مثلا تقول جذر 3، مثلا جذر 3 على 2، تقول لي بي على 6، اكسنين بي على 3 الى اخره، الى اخره بي، قال بي، راك معايا الى اخره، سير. هاي عطينا دوكا خلاصة. دوكا انا نقول لك واش نبقى مسجل في الشيء اللي قرينا هذا كامل، واش نبقى مسجل دوكا راح نديرو خلاصة في هالشي اللي هضرناه كامل. وماذا بك فكرنا بمثال مثال. أول مجموعة هاي الخلاصة، خلاصة
ها واش هي؟ قلنا ان محتويات في زد، محتويات في دي، محتويات في كي، محتويات في ار. مجموعة الاعداد الحقيقية واش نرمزولها؟ نرمزولها ار ريال. صح هنايا ها تقدر تلخص الامر هذا في ضوء الخير. شوف لهنا دوك نعطيكم اسئلة تلقاو راك فاهم. دقيقة ديروا الدائرة السعر. قلنا هاي مجموعة الاعداد الطبيعية ها هنا ان. مثال على العدد الطبيعي قال مثلا 2 زيد مجموعة اللي تجي وراها واش عندنا؟ عندنا زد زد هاك عاد صحيح مثلا ناقص 2 نزيد واش عندنا هنا ثاني؟ عندنا دي دي. عطيني ثلاث امثله على دي. ها قلنا 3 على 10 اس 4 مثلا، مثلا 1 على 2 مثلا 3 على 5 مثال. تسمى كل كسر مقام مقوى لعد 10 والله يكون في المقام 9 2 والله يكون في المقام 9 واش 5. برك كون يحضر رقم واحد اخر قال لك صغير غير طالب اختصاص قولوا يسمي المجموعه اللي وراها باختصار. ومن بعد مجموعه الاعداد الناطقه اللي هي واش؟ اللي هي كي. اعطيني مثال باش نفكر برك. مثلا تقول 3 على 7 3 على 7 مثلا هذا عدد صحيح وهذا عدد صحيح غير بعدهم المهم في المقام ما لازمش تحط صفر. ها المجموعه اكبر مجموعه واش هي؟ اكبر مجموعه هي مجموعه الاعداد الحقيقيه. مجموعه الاعداد الحقيقيه هاي فوالا انا عندي ار. ها فكرني بامثلة مثلا عطيني عدد حقيقي قال جدر 3 جدر 3 مثلا بي ها بي على 2 الى اخره الى اخره. صح دوكا السؤال يا جماعة هضرت الامر هذا هضرت عليه كبير. هنا كون يسألوكم كيقول لك مثلا هاي هل 2 عدد طبيعي؟ نعم. وهل هو عدد صحيح؟ كي تشوف روحك هكا خارج من اصغر دائرة لاكبر دائرة يعني متجه نحو الخارج ديما الإجابة تكون نعم. كل عدد الاتجاه تاعك هكا متجه نحو الداخل قول الإجابة لا. هيا جاوب معايا. هل 2 عدد طبيعي؟ نعم. هل هو عدد صحيح؟ نعم، لأن هذه الدائرة محتوت في هذه الدائرة بالأزرق. هل هو عدد عشري؟ نعم. هل هو عدد ناطق؟ نعم. هل هو عدد حقيقي؟ نعم. أروح نرجعو أروح نرجع. كون نقول لك هل جدار 3 عدد حقيقي؟ تقول لي نعم. بصح نقول لك هل هو عدد ناطق؟ تقول لي لا. تقول لي لا. يعني باختصار يعني هنا الاتجاه نحو الخارج ديما الإجابة نعم، والاتجاه نحو الداخل الإجابة راح تكون دوما لا. هذه هي مجموعة الأعداد، المجموعة الأعدادية الأساسية. ثبتوا المعلومات، نلتقي الحصة القادمة نطهو فيها معلوماتنا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.